النقطة الثالثة هي زكاة المال الغائب أو ما يعرف بمال الضمار. المقصود بالمال الغائب أو المال الضمار هو المال الذي يملكه الإنسان وغاب عنه، وضعه مثلا في مكان أو فوضعه في مكان فمرت عليه الأيام ونسي مكانه، لم يعرف مكانه، نسيه، ومرت سنوات وسنوات وهذا المبلغ تجب فيه الزكاة، أو كان لديه في تلك السنوات التي فقد فيها المال لديه أموال ويزكيها، والأصل أن هذا المال يضم للمال السابق، ووجده بعد 5 سنوات أو بعد 6 سنوات، في هذه الحالة كيف يزكي هذا المال؟ ومثل ذلك المال المسروق أو المال المغصوب، لو قام شخص عياذا بالله سرق مال شخص آخر وظل معه لمدة سنوات انتفع به، ومضت سنوات وسنوات، مضت 10 سنوات أو 7 سنوات، ثم أنبه ضميره هذا السارق فأراد أن يتوب وأراد أن يتخلص، فذهب إلى ذلك الشخص وقال له هذا مالك، أنا أخذته نظرا لضعف ديني وضعف تقواي فأخذته، سولت لي نفسي فأخذته، فخذ هذا مالك. كيف يزكيه الآن بعد أن استلمه هذا الشخص؟ كيف يزكيه؟ وكذلك المال المغصوب والمال المفقود كلها حكمها حكم واحد. المال المنسي كذلك، لو نسي إنسان أن لديه أموالا ومضت السنوات ولم يزكيها كيف يزكيها؟ هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء. طبعا من الفقهاء من قال يزكيها مرة واحدة، عندما يحصل على هذه الأموال يزكيها مرة واحدة ويجزيه، وبعد ذلك يجعلها ضمن أمواله التي لديه. ومنهم من قال يزكيها عن جميع السنوات السابقة، السنوات السابقة التي مضت 5 سنوات أو 6 سنوات أو 7 سنوات، يحسب تلك السنوات ويزكيها، يزكيها عن جميع السنوات الفائتة. والقول الثاني أحوط، فيه احتياط، والقول الأول هو قول فيه رخصة، قول فيه رخصة.